سؤال نشترك في آلام الفادية وأخذ آية أقمع جسدي واستعبده قد يكون بصورة نسبية لنا، أي أننا بدون تنفيذ القمع لجسدنا قد لا نستفيد بآلام المسيح. نستفيد أو ما نستفيدش شيء ونشترك في آلام المسيح ده شيء. نشترك في آلام الفادية نشترك في الآلام اللي فدى بها البشر. كون انك انت ما استفدتش من ألامه ممكن، واحد ما بيستفدش من ألام المسيح، لكن يشترك في ألام المسيح دي حاجة تانية، دي غير دي. مثل الآية شركاء الطبيعة الإلهية، نكون شركاء في صفات إلهية ولكن بصورة نسبية. يا ريت هم يقولوا بس شركاء الطبيعة الإلهية، لأن ده موجود في بطرس الثانية 1:4، لكن بيقولوا شركاء في الطبيعة الإلهية، يعني بيشترك في نفس الطبيعة. يشترك في نفس الطبيعة ده كلام صعب. انت بتشترك في طبيعة ربنا، طبيعة ربنا لا شريك له فيه. شركاء في الطبيعة الإلهية ده في الكتاب اللي هيطلع لكم بتاع التجسد والمساواة مع المسيح والآب، يقول يكون لنا ملء الآب، ملء لاهوت الاب، ملء لاهوت الاب. ده كلمه ما يقولهاش رئيس الملائكه، ويقول ملء معرفه الاب، ملء معرفه الاب. ده مجرد معرفه اليوم والساعه ما حدش قادر عليه ولا الملائكه. المهم احنا يكون لنا ملء معرفه الاب، ملء لاهوت الاب، لدرجه ان انا في المقالات بكتب في الاخر تواضعوا يا اولادي ولا تتالموا. ولا ايه تتألم؟ ما هو مصلحة حكاية قديمة، قال له تصيران مثل الله فبينفذوها. دي شركاء الطبيعة الإلهية، يعني تشترك مع الطبيعة الإلهية في العمل، تشترك مع الطبيعة الإلهية في العمل. الطبيعة الإلهية تبني الملكوت، وانت تشترك مع الطبيعة الإلهية، تشترك معها في العمل شيء، وتشترك في الطبيعة تكون شريك في الطبيعة نفسها، يعني يكون لك نفس الطبيعة. لا مش معقول. أو تشترك مع الطبيعة الإلهية في المشيئة، في المشيئة أو في العمل.